أكاديمية العزيز النموذجية الصلب، اللغة العربية قواعد، الصف التاسع، العطف. إذا تأملت أمثلة القسم واو ألف وجدت في كل منها واوا قد أغنت عن تكرار الفعل الذي بدأت به الجمل. فالأصل في المثال الأول هو تسابق سعيد، تسابق خالد. في المثال الثاني أكلت تفاحا، أكلت عنبا. في المثال الثالث التقيت بزيد، التقيت بخليل. ولكننا حذفنا الأفعال الثانية واستعضنا عنها بواو تسمى واو العطف، وسمى ما بعدها معطوفا وما قبلها معطوفا عليه. وأنت تلاحظ أن المعطوف تابع للمعطوف عليه في جميع حالاته الإعرابية. ففي الجملة الأولى حيث سعيد جاء مرفوعا وخالد جاء مرفوعا، وتفاحا المعطوف عليه جاء منصوبا، وعنبا المعطوف جاء منصوبا كذلك. في أمثلة القسم ألف نجد المعطوف اسما مفردا وقد عطف على اسم مفرد أيضا. وإذا تأملت أمثلة القسم باء وجدت المعطوف في المثال الأول منها جملة اسمية، وفي المثال الثاني جملة فعلية، وفي المثال الثالث شبه جملة، وهكذا. ترى أن المعطوف قد يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. تعالوا معنا لنتعرف على كيفية الإعراب. بناء على ذلك نعرب العطف والمعطوف في الجملة كالآتي: أعرب ما تحته خط فيما يأتي: أكلت تفاحا وعنبا، أحب الأردن وأخلص له. تفاحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عنبا اسم معطوف على تفاحا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الأردن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخلص فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لها اللام حرف جر مبني، والها ضمير متصل مبني في محل جر. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية أحب الأردن. عرفت في أمثلة القسمين ألف باء حرف عطف واحدا هو الواو. وإذا تأملت أمثلة القسم جيم وجدت فيها حروف عطف أخرى هي الفاء ثم أو أم لا بل لكن حتى، ويفيد كل حرف من هذه الأحرف معاني خاصة سنبينها فيما يلي. الواو تفيد الواو مطلق الجمع والمشاركة، وقد يتم ذلك في آن واحد كقولنا سافر محمد وسامر، أو في وقتين مختلفين مثل ولي الخلافة أبو بكر وعمر. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يقرع الجرس فيدخل الطلاب إلى صفوفهم. ثم تفيد الترتيب والتراخي مثل غامت السماء ثم أمطرت. أم أو وهي تفيد الشك أو التخيير، أو تفيد الشك أو التخيير، ينال الجائزة علي أو خالد، أدرس أو العب. أم تستعمل لطلب التعيين وتقع بعد همزة استفهام أو تسوية كقولنا أسمير في الدار أم مازن، وقال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا وهي تفيد نفي عن المعطوف ما أثبت للمعطوف عليه، وهي تنفي عن المعطوف ما أثبت للمعطوف عليه، بل تفيد الإضراب والعدول عن الشيء إلى آخر. لكن تفيد الاستدراك أي دفع وهم نشأ عن كلام سابق لم يقصده المتكلم. وشرط العطف بها أن يكون معطوفا مفردا، وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهو، نحو ما وجدت محمدا لكن أخاه، لا تصادق الأشرار لكن الأخيار. وأخيرا حتى وهي تفيد الغاية، أعجبني علي حتى ثيابه. وملخص ما شرحناه نجده في الاستنتاج الآتي:
اقرأه جيدا ثم افهم. التدريبات: أي المعطوف هو المعطوف عليه وحروف العطف مبين المعنى الذي أفاده كل حرف. كل إن العدالة والمساواة أساس تعاملنا. كن عصاميا لا عظاميا. بدأ الحفل بالسلام الملكي في القرآن الكريم. غدا ألقاك بل بعد غد. ما نسيت الكتاب قصدا بل سهوا. سافر زيد أو طارق إلى فلسطين. السؤال الثاني: أعرب ما تحته خط فيما يأتي. أتممت القراءة ثم التعبير. الجملة الثانية: كرمت ديمة ثم شهد. عزيزي الطالب، تأكد الآن من إجابتك من خلال حل التدريبات المطروح أمامك. عزيزي الطالب، ارجع لبقية الأسئلة في الكتاب ثم حلها. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم الدرس بشكل جيد. آمين من الله النجاح والتوفيق لكم. نلتقي في القمة أكاديمية العزيز. مع تحيات معلم المادة داود محمد الرياحي.